إشبيليا أتلتيكو مدريد شنا كيفاش إشبيليا وين كان نقولوا كان فائز في المباراة في الشوط الأول وين كان فائز هدف لصفر أمام أتلتيكو أمام قوة أتلتيكو. نقولوا بلي أتلتيكو اليوم خاصة في الشوط الثاني ما الشوط الأول ما كانش عنده فرص كثيرة، ما كانش عنده لعب بصناعة لعب كثير. شنا كيفاش إشبيليا وين فارناكو وين سجل الهدف في الدقيقة 28، شنا ألفارو موراتا اللي سجل في الدقيقة 60. يعني كانت المباراة تاع أتلتيكو مدريد وين نقولوا باللي خاصة وين أتلتيكو في المرتبة النقاط متساوية، وين إشبيليا في المرتبة الرابعة، أتلتيكو في المرتبة نقولوا أتلتيكو في المرتبة الرابعة، إشبيليا ثانيا في المرتبة الرابعة ب 21 نقطة. 21 نقطة شنا كيفاش اليوم أتلتيكو مدريد إشبيليا ضيع المرتبة الرابعة، إشبيليا ضيع من إزاحة لإزاحة أتلتيكو مدريد من المرتبة الرابعة. شنا الإحصائيات وين 42% استحواذ لأتلتيكو مدريد، شنا إشبيليا 58%، 350 تمريرة بالنسبة لأتلتيكو، 474 تمريرة بالنسبة إشبيليا. يعني إشبيليا نقولوا كان خاصة في الشوط الثاني وين تراجع تاع أتلتيكو مدريد للوراء، وين شنا كيفاش لعب 4-4-2، شنا كيفاش إشبيليا اللي لعب 4-3-3. ما ننساوش توماس الحارس تاع إشبيليا اللي أنقذ المرمى تاعو في الدقيقة 85 من هدف محقق عن طريق اللاعب موراتا اللي كان رايح يسجل الهدف الثاني لولا براعة الحارس توماس تاع إشبيليا أنقذ المرمى تاعو. شنا كوريا، شنا كوكي، شنا نيغواز، شنا توماس باتري، شنا توماس نيمار، يعني كايران، شنا فيليب. يعني نقولوا بلي أتلتيكو مدريد يبقى وين ديغو سيموني رغم ان ثلاث تغييرات اللي دارهم، دخل كوستا، شنا كوستا، شنا هيريري، شنا كيفاش ارياس، شنا اللي دخلوا من اجل اضافه هدف ثاني من اجل الحفاظ على خط وسط الميدان، وشنا كيفاش اشبيليا ولا مسيطر في خط وسط الميدان. شنا كيفاش المدرب جوليان تاع اشبيليا وين فاني كذلك وين عمل ثلاث تغييرات نقولوا بلي زوج في الدفاع واحد في وسط الميدان. يعني نقولوا بلي اتلتيكو مدريد اليوم لعب من اجل التعادل، تبان لي بلي لعب من اجل التعادل. وين شنا لوكاس اللاعب تاع اشبيليا، شنا توريس، شنا يونغ، شنا نيماني، يعني بانياك، فارناكو مسجل الهدف في الدقيقه 28، شنا نافاس، ديغو، كارلوس. يعني كانت المباراة كانت شيقة، شنا أهداف، شنا هدفين، شنا هدف من جانب اللعاب فارناكو في الدقيقة 28 عن طريق اللعاب تاع إشبيليا، شنا هدف تعادل موراتا في الدقيقة 60. هذه هي المباراة اللي كانت شيقة صحيح.